امتحان النهارده؟ الحمد لله كان الاسئله مباشره يعني كلها الحمد لله، واسئله النحو برضو كانت كلها يعني كويسه، ما كانش فيه الامتحان ما كانش لافف خالص، حتى كل الاسئله اللي احنا كنا متوقعينها كانت صعبه وهتيجي الحمد لله لحد ما كانش فيه اسئله خالص بطريقه يعني لفه يعني كلها جايه مباشره مره واحده، بس الحمد لله. تدي الامتحان نسبة كام سهولة ونسبة كام صعوبة؟ كل سؤال مفيش حاجة صعبة الحمد لله يعني الحمد لله. بالنسبة للإجراءات الاحترازية جوه اللجنة مشدد عليها ولا عادي؟ يعني هو الدخول بس كان صعب شوية، ده هو اللي كان مأزم اليوم في الأول خالص، فرهضة طبعا وكده، وبس يعني بس بقيت الدخول بقى والناس جوه منظمة يعني الحمد لله وناس كويسة، وبس هما كانوا بينظموا الدخول بس كان الجو الصبح زحمة جدا، فما كناش بقى عارفين بقى اللي هو نتعامل مع موقف، لأن أساسا في العادي احنا ما بنعملش زحمة. بالنسبه للمراقبين الاجراءات الوقائيه زيكم ولا في حاجه مختلفه؟ كويسين برضه، كلهم لابسين كمامه وجوانتي واللي هم الحاجات اللي بيصفر رجليهم دي، وبس يعني الموضوع كان مش صعب الحمد لله. هل في كشف على الحراره او لاعراض كورونا قبل ما تدخلوا اللجنه؟ كان في بس اللي هم بيقيسوا درجه الحراره وبس، ما كانش في حاجه تاني. رايك ايه في الامتحان النهارده؟ لا الحمد لله الامتحان جه يعني غير ما متوقع، كنا فاكرين ان هو هيبقى فيه لف وكده، بس جه يعني سهل الحمد لله، يعني مراعين الظروف اللي احنا فيها وجايبينه في مقدار الطلبه اللي بنصوا الحمد لله. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه؟ لا كله تمام، وزعنا كمامات قبل ما ندخل، وبرده اللي هو للرجل ده بتاع، وندخل آلة التعقيم دي بتعقبنا. كله بجوانتي وكده، وفي واحد بيدخل بيوزع برده عليهم مطهرات. لا كله تمام، هو بس كان في تكدس في الاول احنا داخلين بس النهارده بصراحه، بس كان جوه كالفصول وكده لا كنا بنطلع عادي ونخش والدنيا تمام. دي الامتحان نسبة كام صعوبة ونسبة كام سهولة؟ لا هو كصعوبة هو اللي ما ذاكرش خالص يعني بصراحة، يعني هو جاي حلو جدا يعني النسبة 70% و80% جاي سهل بصراحة. بالنسبة للكشف اللي قبل ما تدخلوا مرة على كله؟ والله بصي ناس وناس بصراحة، ومش عشان هو الناس اللي بتكشف برضو اللي هم الناس بتوع المدرسة، مش اللي عشان مش اللي هم مش جايبين ناس متخصصة اللي هم ايه اللي يعني عامل المدرسة وكده، هم بيعملوا فساعات يعني الناس بتعدي وما بياخدوش بالهم. يعني نسبة قد ايه كده ما كشفوش؟ يعني 40% 30% كده. رأيك ايه في الامتحان النهارده؟ يلا رأيك في الامتحان النهارده؟ الامتحان كان مباشر، بس اللي قلقنا يعني اللي حصل عشان ما كانش فيه نظام وحاجات كتير قوي غير اللي احنا كنا متوقعينها. هل كان الاجراءات الاحترازيه متاخده كامله ولا في كان جزء مفقود؟ اجراءات التقييم هي بجد كان من غير نظام خالص، وغير اللي كان اتقال في التلفزيون، هو قعدونا ساعتين جوه في الشمس خلتنا نصدع، وكنا داخلين بحماس جدا وخلاص كنا داخلين فاكرين الامتحان هيبقى يعني كويس وكده، والامتحان كويس، بس فكره ان هم قعدونا ساعتين وكنا فاكرين الساعتين دول عشان التقييم لينا وكده، في الاخر سوري كان غير متوقع، يعني قعدونا 10 دقايق بس، هو كان اجراء التعقيم كان في 10 دقايق، غير كده بقيت الساعتين كنا قاعدين في الشمس جوه ما بنعملش اي حاجه، ودخلونا كمان اللجنه متاخر، بدانا 10 وربع تقريبا حاجه كده، ما كانش ليها لازمه ان احنا نيجي بدري كده، وان هو عملوا لنا توتر، ما كانش فيه نظام في ان هم يدونا تعليمات قبل الامتحان، حاجات اللي المفروض تتعمل لان ده اول امتحان لينا ثانويه عامه، احنا بنمتحن كل سنه يعني. هل كلكم مريتوا على الاختبار الحراري قبل الدخول ولا في جزء ما اخدش الخطوه دي؟ هو تقريبا كلنا مرينا بده، بس كان طبعا باهمال جدا، يعني حتى الجلوفز اللي كانوا بيدوها لنا او الاكياس اللي بنلبسها في رجلينا كانوا بيمسكوها بايديهم، مش في تعقيم، كانوا طول الوقت كده باهمال بجد، حتى نص الناس اصلا قلعت الحاجات دي جوه. في خلال التجمع اللي كان قبله وبعد اللجان قوات الامن اتدخلت في ده ولا مفيش حد دخل؟ ما خدتش بالي لو كان في حاجه حصلت من كده، لان انا كنت دخلت بدري على اساس اللي هم قالوه يعني، بس ما كنتش واخده بالي بقى من اي حاجه حصلت بقى بره.